وهذا سائل يقول: كيف يعرف العبد أن الله يحبه، وهل لذلك علامات؟ الله أعلم، على العبد أنه يكثر من الطاعات فيحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله جل وعلا أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أسباب محبة الله للعبد التقرب إلى الله بالطاعات، أولا أداء الفرائض، وثانيا أداء النوافل. نعم.